خد يلا يلا. ما بيعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنجيب لكم الاكل. يا نهار ابيض، مره واحده بقى حاجات بقى للست جيجي بقى مخصوص، عشان ايه؟ هي طباخه، فحبيت اعرفها ان انا ايه بقى، مفيش اجمل مني ومن طبخي. تسلم ايدك يا شوشو والله. الله، احنا ما رضيناش نتقل يعني، قلنا ايه عشا خفيف كده. كل ده ما تقلتوش؟ لو تجولنا في يوم من اول النهار كده الموضوع يفرق. يفرق ازاي بقى؟ بص، احنا مش هنعزم بقى يعني، انتوا اصحاب بيت، فاتمدوا ايدكم كده. لا، هو انت براحتك يعني، انت ما تقلقيش علينا. يعني ايه؟ لا هتاكلي والله العظيم. انت شكلك هفتنه، بقول لك ايه؟ لا بصي، طب انا هفهمك ايه. لا جو ايروبكس والحاجات دي. لا لا لا، ده انا نضيفه واكلي. ها اهو تعدميني اهو، خدي واحده ثانيه لا تقرفي. اها والله يا طب هو بلاش. بصي طب انا هاخد قطمة. والله لا تاكل، هتشتغلني يا مادي، هتشتغلني مش هتاكلها كلها. لو سمحت. ده الاكل حلو قوي والله العظيم. انكو حلو قوي صح. اقعد يا مدود المأكل. دي فشه وكرشه ومنبر وعين ومخ. بس ما رضيتش اعمل لكم كوارع. العين الجواهر، عشان انضفها. عارف الجواهر؟ اه الجواهر دي العين. جوهره. يا لهوي. يا لهوي ايه ده؟ انت لو دقتها. لا لا مش هاكل عين انا. طب دقها. لا ولا هدوب ولا اي حاجه ولا اجي بقى. ده العين غير النني. لا 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 لا. طب دق عين. بس دق بس العين غير النني. لا مش هاكل عين انا. انا والله كان نفسي اجيب لك مخاصي، بس هي شوشو ما لقيتش. انت اكلت من ايه ماجي؟ تاكل مش هاكل عين انا. لا خد عين. لا خد عين. لو النبي مش هياكل عين. والله يا ابني لو فاكر انت في البيت والله. لا مش عايز ياكل عين. الحقوا يا ماجي. لو النبي مش عايز ياكل عين. يا ماجي. لا مش هياكل عين. لا حته صغننه. لا لا لا. حته صغننه. اسمع ده مش عين دي. بص دوق يا ماجي اهو. برافو. كلها اهو. برافو. دي بتعمل ايه بقى العين دي؟ بتكبر العين. بتقوي النظر. بتقوي النظر. روح بس. طب ماشي، قوي نظرك بقى عشان انت ايه تشوفها كويس. ماجي دول مش عايزين ياكلوا من اكله. انا عايزه اقول لك على حاجه بقى ايه في نفسي. بس كل دي استنى بس. والله عايزه اقول لها حاجه. عايزه والله هاكلها، بس عايزه اقول لاستاذه جيجي حاجه. قوليها. انت انا حاساكي كده متعاليه على الناس قوي، وحاساكي كده جايه لنا من ليفل كده فوق وبصلي كده. هو قولي قولي قولي. ايوه قولي. مش كده حلالي ده كل لحمه. لا دي لحمه مش لا. هو انت برده ما سالتنيش اكل ايه. ما سالتكيش تاكلي ايه. ايه يا سلام. انت لو راح حد عزومه تقولي له اكل افرجي وما عادش غير يعمل لك الاكل ده. انا مش هقول، انا هتكسف. طب انت بتحبي اكل ايه بقى من ايدك؟ لو انت هتعملي اكله مزاج. بتعمل سوشي حلو قوي مثلا. تطبخ سوشي؟ اه بتطبخ سوشي حلو قوي قوي. بتعمل بجد الرز بتاع السوشي ده بتعمله؟ وبنقعد بقى احنا نلف بقى السوشي بقى ونقعد نعمل. طب بتعرفي تلفي محشي؟ اه طب بجد. ايوه انت زينا. لا هي معاها المكنه بتاعت السجاير دي بتحطها. تقمطي القطمه كده وانت بتعملي محشي، ولا بتبقي برضه بنفس شعرك كده والقصه البومبي؟ لا 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 لا، ببقى يعني ممكن ابقى لما شعر. هو انت بتصحي تلاقي نفسك حلوه كده؟ لا لا طبعا. انا لما اتجوزتها على علمك، لما شفتها مره وهي صح من النوم. انت شفتها صح من النوم ولا شفتها في الجيم؟ جرايا يا استاذ هشام، انت عمال تشتغلنا وتسرح بينا، ايه العلاقه الغامضه دي؟ طب ما تسمعنا حاجة بقى كده واحنا قاعدين بناكل كده ومبسوطين. شوفي بالحب هتاخدي عيني، هلاقيكي وحتلاقيني. بالحب هتاخدي عيني، هلاقيكي وحتلاقيني. أنا عايش جنبك أنسى الناس والدنيا كلها. أنا عايز ألاقي فيكي كل حاجة بحبها. عايزك تحسي بيا ومن عيني تفهميني. شوفي بالحب هتاخدي عينه، ألاقيكي وحتلاقينه. الله الله الله. ما تسقفلوش ليه وترقصي معاه كده وهو بيغني؟ لا بعد وهو بيغني كده مش تبقي متفاهمه. بيغير عليكي. بيغير عليكي؟ احلف. قوي. ما بتحبهاش تعمل كده؟ يعني هو انا كده. ليه؟
طب ما انا بعمل كده. انت اعملي زي ما انت عايزه. ده تتمايل بس حاجه بسيطه. مش قدام الناس. تتمايل لك انت؟ مش المفروض ايروبكس ده؟ تتمايل؟ ما تتمايل، انا بحب تتمايل. ايه المشكله؟ انت ما عندكش مشكله تمايل صح؟ طب هنطلع فاصل وانا بتمايل نرجع تاني. يلا بينا. بس والنبي انت منورانا. وانت كمان. والله العظيم منورانا. ده انا مبسوطه جدا. عندنا لعبه اسمها التوافق، تمام؟ الطواف؟ التواف. التواف. انت عايز تجري ولا ايه؟ لا اقعد هنا. التوافق يعني التوافق. احنا انا مثلا هسالك سؤال فانت تكتب الاجابه. اكتبها. وانت تكتبي الاجابه ونلف نشوف ايه كتبتوا زي بعض وعارفين بعض وفاهمين بعض ولا لا. ماجي يسال جيجي سؤال ونلف ونشوف. عجبتك؟ خدي عسل. نعمل فيها حركات دي. طب يلا. خد. ماشي. ودي ايه دي؟ الاستيكة عشان بعد ما تكتبي تمسح. في غش؟ السؤال الأول لجيجي. إيه لون هشام المفضل؟ اكتب. اكتب بسرعة يلا. أنت تكتب ونشوف. أنا لوني أنا المفضل. استنى ما هو يكتب. وهنشوف صح ولا لا. بس أنا عندي كذا لون مفضل. هو المفضل. لا انت هتحيرني. لون. هو لون. انجز. لا استنى. ده حرف. يلا. لا انت عندك واحد مفضل. ما خلاص هتقول لك كده. لا شيء. عندك واحد مفضل. يلا. بنتكلم في الهدوم وعندك لون مفضل. لا كده. يلا ما تبص. اللي هو. كمان. ثواني بقى. بيبقى شبه. واحد اثنين ثلاثة لف ويلا. لف. ايوه. ازرق واول نقطة على الازرق. وشمسة وفلوسة عليهم. حلو. الازرق وطفهم الحسد. طيب دلوقتي السؤال لهشام. قول لنا ايه اسم اخر صاحبة جيجي اتخانقت معاها؟ يا ساتر يا رب. مش عارف. لا لازم تكتب بقى وتخمن. صاحبتها بقى في الشغل، صاحبتها انت متى اتخانقت معاها؟ واحده استلفت منها الفستان ما رجعتش والحش، واحده سلتت منها عقد كده، حاجات بسيطه دي. يعني وبعد كده هيحصل مشاكل بعد كده مع اصحابها بقى؟ لا مش هيحصل مشاكل، ما هي متخانقه معاها اساسا. هي مش صالحتها خلاص. انا عارفه. هم يعني اكتبوا اكتبوا يلا. يلا عشان تاخدوا نقطه. كان في خناقه حصلت. مش حتى لو خناقه صغننه، سوء تفاهم بسيط وعدى عادي. اكتب. اكتب يا بيبي ولا اعمل ايه؟ لا مش هنجيب سيرة ناس. ايوه. لا مش هنبين الاسم. طب احنا هنعرف الاجابه لنفسنا. لا مش هنبين الاسم والله. مش هنجيب سيرة ناس. ايوه بالظبط. ما هو مبينش. مش هنجيب سيرة ناس. انا اهو خلي البورد كده. ما هي كده محدش هيشوف. مش هنوري الناس. مش هنوري الناس. عشان هنقول اخدوا النقطة. عشان ناخد النقطة. ومساعة على طول يلا. اوكي. ارفع بقى. اكتب. اوكي. شوفي كده. برافو. هي ماهي. برافو. وخدوا نقطة على حسك يا ماهي. ضحكوا علينا يا نانا. ضحكوا علينا طلعوا أشرار. عمالين يضحكوا هما الاتنين مكركرين من الضحك. أنا هوريكم. والله والنبي انا انت اللي صدقته. سؤال الجيجي. اخر حاجه هشام بيعملها قبل ما ينام. ارفع واكتب. لا مش هتفهموها الكتابه وحشه. اديك. لا باينه. خلاص يلا نلف للكاميرا. بيصلي ما شاء الله وسافة وخدوا نقطة. برافو. النبي تبقى تدعي لنا بقى والنبي الله يخليه. طيب السؤال دلوقتي لهشام. لو جيجي كانت مرأة عاملة كانت ممكن تشتغل ايه؟ انا مرأة غير الطبخ. لا غير الطبخ. انا مرأة عاملة. هي مرأة عاملة. بتشتغلي ايه؟ هي بتشتغل في حاجات كتيرة يعني. زي ايه؟
يعني هي بتشتغل لا ما انا قصدي غير شغلها يعني الطبيعي ايه الحاجه اللي في خيالها او موهبه اللي... تانية ما حدش يعرفها كانت ممكن تبقى بتشتغل فيها اكتبه ولا ايوه اكتبه يلا ما فيش في دماغي هو عارف اهو انا ما اعرفش عارف اكتر مني اللي انت كنت عايزه طب انت هتغششها لا الحاجات اللي كانت بتعملها زمان كانت حلوه بتعمل حاجات حلوه اكتب اه ده كان بيعرفها ما عنديش حاجه اكتب كنت بتخيطي اه بقى احنا حسيت وريني هتنطقيها ازاي طيب يلا ايه كتبتي نو اكسسوارز اكسسوارز بس هي ما جاوبتش يبقى ايه بقى يبقى خسرت النقطه للاسف يعني انت عرفتي ان هو فعلا هو اللي صح عشان انا اشتغلت في الاكسسوارز بس هو هي قالت لك حاجه تحب تعملها ما عملتهاش يعني قصدك ان اللي هو كاتبه غلط ايوه خلاص يبقى تخسروا النقطه كده او برضو بس يعني انت اللي حكمتي قلت لك اللي كاتبه غلط ايوه هي كانت خلاص لا مش غلط لا المكان غلط لو سمحتي فوزي ما بيغلط بس انا لا لا بس انا لا يا شيماء لغايه دلوقتي بتحب الاكسسوارز جدا وانا كمان وبتعمل حاجات حلوه قوي وبتوفق حاجات مع بعضها وبتعمل هي ما شاء الله الحلق بتاعها عجبني قوي ما شاء الله والله العظيم لا بجد حلو عليك طيب يعني انتوا كده كسبتوا معانا في المسابقه الاولى 5 لا 6 من 10 ليه بقى ان شاء الله نعيد من الاول 3 صح 6 من 10 لا نعيد من الاول 5 فيهم 3 يعني 6 من 10 5 فيهم 3 6 من 10 6 من 10 انا بقى ما بعرفش الحساب خالص ما علينا يبقى هم كده كسبوا 6 من 10 لسه فاضل بقى اللعبه الثانيه اللي هننافسهم فيها انا ومدودي وهي لعبه التابو لا من غير دي ليش ما من غير دي هنعمل بقى بالكروت دي اللعبه عباره عن خدي هاتي غطا القلم حاضر اهو غطا ميرسي هاتي بقى دي وحطيهم هنا جنبنا وايه اطلعوا كده لقدام سيبي يا مدوجي بقى يلا انا كمان لا خليك انا هديك الكروت او انت ما شاء الله انا هتجيبي بص الصور دي انا هطلع دلوقتي صوره وهوريها لماجي هو لازم يشرح لي الحاجه اللي فيها عشان هو ماجي جوزي فلازم ابقى فاهماه ويبقى فاهمني ما انا هشوفها مع ماجي ما هو مش مهم عادي بس المهم ان انا اللي ما اشوفهاش كل واحد يشرح للتاني يعني هو يشرح لي بقى اللي فيها فاحنا بقى كل واحد فينا ليه صورتين بصوا هتفهموا انا هوريكم كده وانتوا هتفهموا اهو بس من غير كلام اهم حاجه ما عادش يتكلم بدون كلام يعني يلا ايه طبق ايه 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 ده بيوصف لك ايوه ما أيوة. لا ما ينفعش ما يوصف ما ينفعش يعمل كده بايده ما هو مش عايز ايه ما هي وصف من غير كلام هو بيوصف الكلمه انت قافش ليه يا عم ماشي المفروض انا معايا يعني انا خوف لا لا